اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا. امبارح نزل ايفون 7 جديد، شو اهم الميزات الموجوده فيه وهل يستحق انه نشتريه او لا؟ خلينا نبلش مع بعض. كاميرا بال7 وال7 بلس هي 12 ميجا بكسل، الابرتشر فيها f1.8. هالشيء رح يعطينا صور بالليل رح يكون احسن لانه ضوء رح يفوت اكثر على العدسه ونسبه الضجيج رح تكون اقل. والشيء الممتاز هالسنه انه الاو اي اس او الاوبتيكال ايمج ستابيلايزيشن او التثبيت رح يكون موجود بال7 وبال7 بلس، مو السنه الماضيه بس بال6 بلس. بالاضافه لانه الفلاش هو كواد ال اي دي فلاش وهو بيتغير حسب اضاءه الغرفه، بيتاقلم مع الاضاءه، هذا الشيء كثير ممتاز. الكاميرا الاماميه للسيلفي من 5 ل 7 ميجا طورت هالسنه. وهلا خلينا ننتقل على 7 بلس الكاميرا تبعته، وهي اللي اكثر شيء الشائعات كان بنحكي عنها. صار في عنا عدستين بالكاميرا. شو يعني الحكي؟ معنا الاولى 28 ملي اللي هي وايد انجل، والثانيه اللي هي 56 ملي متر اللي هي تلي فوتو لينس. هذا الشيء بيساعدنا نعمل اوبتيكال زوم من دون ما نخسر نحن كواليتي من الصوره، ننتقل من العدسه الاولى للعدسه الثانيه نعمل زوم ومنحافظ على الكواليتي. هذا الشيء كثير ممتاز، بالاضافه انه راح ينزل ابديت لل7 بلس متضمن لمود جديد اسمه بورتريت مود. بس نصور حدا شخص قدامنا راح يعمل بلور للخلفيه والشخص قدامنا راح يضل واضح اكيد. راح يصير في عنا مثل بيقولوا لها بالتصوير بوكي بالخلفيه، كثير شيء حلو. هلا خلينا ننتقل على التصميم. تصميم اهم شيء معنا انه تغير محل الانتنة، تغير محله صار من فوق مو كثير مبين، بالاضافه للون سبيس جراي اختفى وصار في عنا لونين جداد بداله. اللون الاول الجديد هو جيت بلاك اللي هو اكثر شيء جلوسي لميع، وراح اكيد راح كثير البصمات تبين عليه والغبره، واذا نقحط شوي كثير راح يبين، يعني مو كثير نصيحه الواحد يشتري. بالاضافه راح يبلش الذاكره تبعته ب 128، ما راح يكون في اقل من هيك. اللون الثاني الجديد اللي هو بلاك وهو طبعا لون مت، وانا كثير حبيته للجهاز كثير طالع حلو فيه. بالاضافه للالوان المعتاده اللي هن سيلفر جولد وروز جولد او زهر. كمان بالديزاين شيء جديد معنا انه صار في عندنا ووتر ريزيستنس مضاد للمي، اول مره بنشوفه بالايفون. بالاضافه لانه الهوم بوتن صار في عندنا شيء جديد، فأس تغيرت كليا، صار في عندنا تابتك انجن يلي هو بيعطينا احساس بانه عم ترج او عم تتحرك مثل شفناه بالماك بوك والماك بوك برو. غيروا نفس الشيء هون عملوا، بالاضافه كانوا بيحكوا انه صار في هلا يستخدموها للكبسه لاكثر بالتطبيقات، في الواحد يستخدمها بعده شغلات مختلفه مو مثل قبل. هلا خلينا ننتقل للصوت. الصوت طبعا شيء كثير ممتاز، حاليا صار في عندنا واخيرا ستيريو سبيكر واحد نفس المحل السابق، والسبيكر جديد اللي هو من فوق عند السماعه. اكيد صوت ستيريو يعني ما في نقاش، اكيد احسن بكثير من قبل راح يكون. الشيء الثاني السلبي معنا انه راح الجاك تبع 3.5 كمان متوقع هالشيء، وهلا صار عن طريق اللايتنينج، واكيد متضمن بالعلبه موجود السماعات اللايتنينج، ما في الواحد يضطر يشتري شيء جديد. بالاضافه انه في معنا ادابتر كمان بالعلبه، إذا الواحد بيستخدم سماعات القديمة كل السماعات هو عمليا اني جاك 3.5. كل العالم انزعج من الموضوع انه هالسنة شالوا الجاك العادي، بس طبعا توقع هالشيء كمان لانه بعد ما اشتريت الاب لشركة البيتس صار بدها تسوق للسماعات الوايرلس، بالاضافة لانه نزلت الاب المنتج الجديد اللي هو اير بودز اللي هو عبارة عن سماعات وايرلس فيهم بطارية وفيهم كمان تحكي مع السيري عن طريقهم، بس للأسف سعرهم كتير غالي 159 دولار. هلا خلينا ننتقل بعدها للشاشة. الشاشة هي صارت أكثر سطوعا مرتين، للأسف الريزولوشن عحالة 1334x750 بالنسبة لل7، ولل7 بلس هي 1920x1080. ما في انتقال للأموليد، كمان كان في كتير عالم تمنيت يكون انتقال للاموليد هالسنه، بس على الاغلب يا السنه الجاي او اللي بعدها راح تصير الشاشه اموليد. اذا بنتقل للاداء الجهاز، صار في عندنا تشيب جديده هي A10 فيوجن اللي هي عم تعطينا مرتين اسرع من الايفون 6 وثلاث مرات احسن الجرافيك،
كاردز ثلاث مرات احسن من السته مثل ما عم نشوفوا قدامنا، تغيرات عن الجيل السابق وعن الجيل اللي قبله. واخيرا الابل بال 2016 تخلت عن 16 جيجا وصار عندنا اقل شيء 32 كله الدوبل 32، وصار في عندنا بعدها 128 وبعدها 256. هذا الشيء كثير ممتاز لانه اكيد 16 جيجا مستحيل يمشي حالها مع التطبيقات ومع التصوير 4K، كثير بياخذ مساحه. بالاضافه لانه السيتي اس والسيتي اس بلس ما صار في كمان عنا 16، صار في كل شيء منتجات من هلأ عم يصير إنتاجها أقل شيء 2-3. وهيك مشاهدينا خلص الفيديو تبعنا، بتمنى يكون عجبكم، شوفكم بالفيديو القادم، باي باي.